الشباب الآن يحدثون وإحنا نمشي في الطريق عن الأناشيد، الأغاني، أناشيد أغاني لا فرق. لماذا تعتاد على سماع هذه الكلمات؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلى الله يجعلنا وياكم منهم، وعاشوا على دندنة دندنة. ماذا فيها؟ هل فيها كلام طيب؟ إذا فيها كلام طيب وشيء من النظم يقوله لا إشكال في هذا. أما ليس فيها إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن، إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن، لا تسلم من بناه إنه البنا حسن، كيف يكون هذا؟ هذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأناشيد